اوه رهيبه. هلا والله بالازياد، مقطع جرير وردة فعل جريرة في لعبة فورتنايت. اليوم راح نشوف ان شاء الله لقطات منوعة، فقبل ما ابتدي اذا انت جديد على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس او زر التنبيهات عشان توصلك اشعارات على طول، وايضا لا تنسوا كلكم تضغطون زر اللايك. ما اطول عليكم، خلونا نشوف مقطعنا. مقطعنا اليوم من قناة ريد في جي، فبسم الله خلينا نبتدي على طول وان شاء الله نطقت اسم القناة صح اصلا. طبعا الرابط موجود تحت. المهم ابتدي المقطع على طول. ايوه. اوه رهيبة رهيبة، لقطة مجنونة. اليوم مقطعنا عبارة عن لقطات رهيبة ومجنونة نزلها وعلى طول خلص عليه. نزل الثاني وخلص عليه بعد. نايس 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 نايس، شيء قوي. ايوه وش بيسوي؟ وش بيسوي؟ اوه اعطاه حركة داب ومباشرة فجر مخه. حلو. اوكي نرجع مرة ثانية للقطات. اوكي وش بيسوي؟ وش ناوي عليه؟ اوه والله جابه، والله جابه. فقط ثمانية راح فوق وعطاه واحدة في راسه وخلص عليه. والله اليوم لقطاتنا همجية، ما في يمين يسار، خلص. بعد نفس الحركة الضاء، اوه كان في واحد هرب عنا وخلص على هذا. نايس نايس، هرب من واحد ترى كان عن بعد شعره بس ويموت، كيف قدر يهرب؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. الله عليك الله عليك، نايس. اليوم بقول مليون مرة نايس، استعدوا لهالموضوع. طلقتين خلص عليه، بيروح اللي بعده الظاهر. جاء اللي بعده. بوم هيد شوت هيد شوت. واو في واحد راح ورا الشجرة بعيد ما يبان. والله اني ما اشوف شيء، تشوفون شيء؟ اوكي الحين يبان. بوم واو. حلو. رماها داخل. واو هذا اللي اقصده، رماها داخل بالمليمتر، فلما طاحوا الصواريخ طاحوا بالضبط في نفس المكان اللي الناس موجودين فيه. ايوه ترى هاي اللقطة لو تتأخر أجزاء من الثانية تموت واللقطة ما تستوي. طا واحدة. حرام حرام. طاقة 17 طاقة حرام. مع الموت طلعت الحركة هذه. نروح للي بعده. الحين نروح للقطات الطبيعية خلاص. الحين ارفع الصوت. ايوه. في ناس في ناس ولا درون؟ انا كنا نشوف واحد. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب وش ده؟ وات هذا؟ وش وضعه؟ مام بقى واحده نزل. وات شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ وش كان وضعه اصلا؟ ذاك جليتش ولا كان شنو بالضبط؟ كسرها. ها من الصدمه خلاص قال يا اخي اذبحني اذبحني. انا شفت شيء غريب. يلا حلو. لا اوه رقصها في الوقت اللي كان بيهرب فيه. اول ما قرر يهرب على طول رقصها. يلا روح.
وش ناوي عليه؟ لا اوه اثنينهم ذبحوا بعض. هذا لما يقول لك ذبحته ذبحني بالضبط هذا الشيء اللي صار. في واحد هني واسمع صوت احد يركض. واو راح للف ها. لا خلاص مات. اوف باق شوي باق شوي. صح في النهايه طاح ومات. هذاك ما يدري. هلو يا الحبيب. الايم 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 الايم. شنو هذا شنو هذا؟ الايم ضرب. اوه فخ فخ هني. نايس. عطى بعد بعد. هاي ترى ولا طلقة صارت. كيف مات ولا طلقة؟ عشان مرة ثانية ما تسوي الحركة هاي لأي أحد. لا 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 بيصير انفجار الحين في الصوت. وش ناوي عليه؟ بوم نايس نايس رهيب. خلاص جيني لقطات رهيبة مرة ثانية. راح فوق. واو ايش بيسوي؟ صندوق. يلا يلا يلا. راسه طار. راسه. عط اللي بعده. نرجع للصوت. صح. بيموت. بيموت بيموت ادري. ادري بيموت. في واحد قدامه. خلاص انتهى 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 انتهى. اتوقع انتهى اتوقع انتهى انتهى انتهى. يب وانهى الجيم مع اللقطة هذه. في حور الجدار سوى ادت. يلا طالع يلا طالع يلا. اتوقع لو يرش السلاح بيموت. الو هذا ايش قاعد يسوي هني؟ ايش كان قاعد يسوي هني؟ وات ما في احد. يلا يلا يلا. اوه يا الوضع السيء. اوه يا الوضع السيء. خلاص حط لبخ. يا الله هاي وات خسر. كيف فاي شباب هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع. اتمنى كلكم تضغطون زر اللايك تشتركون في القناه اذا كنتم مشتركين تفعلون زر الجرس او زر التنبيهات. طبعا لا تنسون بعد تشتركون في قناتي الرئيسيه الرابط موجود تحت في الوصف او الديسكربشن. وبعد تابعوني على الانستغرام حقي بعد الانستغرام حقي موجود تحت في الوصف او الديسكربشن. تابعوهم كامل. نشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في مقاطع اخرى ومع السلامه. اللايك امر مهم طقه ولا تهتم من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم ولا
الناس يا الأسطورة تتنقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما